كيف كتعرفوا بان كان يوم اضراب على الصعيد القطاع الخاص، لا بالنسبه للعيادات لا بالنسبه للمصحات الخاصه. والحمد لله هذا الاضراب اليوم المعلومات اللي عندنا هو كانه كان اضراب مسؤول، لانه حاولنا بجميع ما يمكن باش المستعجلات نتكلفوا بها. والحمد لله المعلومات اللي جاتنا من جميع النواحي المغرب بان ما كان حتى شي اشكال، جميع الحالات الاستعجاليه كان العلاجها. هذا الاضراب هذا تجاوب مع الصمت اللي كنعرفوه من طرف السلطات المسؤوله، بحيث نبهناها هذه 6 أو 7 ديال الشهور بان كاين مشاكل كبيره، في التغطيه الصحيه. التغطية الصحية اللي ولات منهكة وضعيفة، لا تتطور منذ 11 عام من الكيف ولا من الكيف، من ناحية الكم ولا من الكيف. كيف يعقل أن هناك 30% من المغاربة بوحدهم اللي كتغطيهم الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية؟ احنا بلد اللي كنقولوا باغي نمشيو للأمام، كيف يعقل أن سلة العلاج لا من ناحية الكم أو الكيف لم تتحرك منذ 11 سنة؟ كيف يمكن أن نعطي للمغاربة صحة جيدة في هذه الظروف؟ اليوم كذلك وتيرة الاستثمار في القطاع الخاص كتقلص بصفة مهولة، بحيث عدم وجود تسهيلات وتحفيزات لا ضريبية لا هيكلية جعل أن المستثمرين ما بقاوش كيولجوا لهذا الميدان. بالنسبه اليوم هو كان كما معروف انه كان يوم اضراب وطني ديال القطاع الخاص بكل المكونات ديالو، يعني العيادات والمصحات. وفعلا اللي كان ناجح بواحد النسبه باهره، يعني اللي كاين الجهات اللي مشات 100%، كاين الجهات اللي كانت فيها فوق 50%. اذا بالنسبه لنا هو يوم ناجح بالنسبه للاخر. بالنسبه للمطالب ديالنا، كاين هناك مجموعه من المطالب اللي كتهم اولا المنظومه الصحيه كمنظومه، لان حنايا كاطباء حنايا هما لو سونتر ديال هذيك المنظومه، يعني المحور الرئيسي ديال هذيك المنظومه كاع كامله. كاين عندنا مشكل ديال التغطيه الصحيه، ديال التقاعد. عندنا مشكل ديال الممارسات القانونيه ديال الطب. عندنا مشكل ديال التعريفه اللي هذه اللي في صالح المواطنين، لان المواطن كيخلص واحد الثمن وملي كيمشي يتعوضوا التامين ديالو كيعوضوا بواحد الثمن اللي ضئيل جدا. حنا رافضين هذيك التعريفه الوطنيه، كنطلبوا المراجعه ديالها لان ما ترجعتش من 2006. هذا اليوم ديال الاضراب جاء نتيجه الجمع العام ديال 20 شتنبر 2018 اللي كان الجمع العام قرر فيه عن إضراب ليوم كل شهر في اكتوبر في نوفمبر وفي دجنبر، وايضا وقفة احتجاجية. واليوم الحمد لله هذا الإضراب كان ناجح، لحقاش الأطباء ديال القطاع الخاص مدمرين. اولا الطلبات ديالنا هي طلبات معقولة، احنا بغينا نخرطوا في انجاح المشروع ديال الرميد تبعا للخطاب ديال صاحب الجلالة نصر الله ديال خطاب العرش. ايضا بغينا باش التعريفة لم يتم المراجعة ديالها منذ 2006، وهذا تيجعل المواطن هو اللي تيخلص التكلفة، والتكلفة راتت توصل عند المواطن حتى ل 57%، وهذا ماشي معقول. ثالثا خصكم تعرفوا بانه الاطباء كجميع المهن الحرة ما عندهم لا تغطية صحية، اي لا تأمين على المرض ولا تقاعد، وهذا حيف. وهناك مزاولة غير المهنة الطب غير مشروعة، بغينا باش اتعاد النظر في المشروع في القانون ديال 1131/13.